السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلب الطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل وشرح تدريبات تاب جيم إنجليزي الوحدة الثانية الدرس الثالث والرابع واللي بيبدأ بصفحة 78. طبعا هنا مديني بعض الكلمات عشان يتأكد من حفظي وفهمي للكلمات، فمديني اختياري عليها. عندنا كلمة ordinary بمعنى طبيعي أو عادي، عندنا كلمة look بمعنى ينظر أو يبدو، on with. اول سؤال بيقول لي مو صلاح is popular in many people. طبعا حبايبي مشهور لدى ومحبوب لدى اسمها popular with، محبوب لدى تاني اسمها popular with. number 2 بيقول لي you are really pretty in this dress. بيقول لي انت شكلك جميل، تبدو جميلة، يبقى اذا look. وانا قلت حبايبي look دايما لو جوه راه صفة يبقى معناها يبدو مش معناها ينظر. number 3 بيقول لي it was an amazing trip، يعني كانت رحلة رائعة. It wasn't a، يبقى it wasn't ordinary، يعني ما كانتش رحلة عادية. طبعا حبايبي في صفحة 79 مديني بعض language notes اللي انا لازم اخد بالي منها. طبعا لما يقول لي one of حبايبي، one of ده لازم يجي وراها صيغة تفضيل من الدرجة العليا، يعني بيجي وراها صفة est. ثانيا ان one of واحد من لازم هيجيب وراها اسم جمع، مش ممكن ابدا هيقول لي one of ويجيب له وراها اسم مفرد. يعني ما ينفعش اقول واحد من الالم، مش اقول واحد من الكرسي، لازم اقول واحد من الكراسي، واحد من الاقلام، واحد من الناس. يبقى واحد من دايما هيجي وراها اسم جمع. لو جاب له وراها صفه هيجيب له صيغه تفضيل من الدرجه العليا. ثالثا ان وان اوف واحد من ده فاعل مفرد، فبالتالي لازم اجيب الفعل بتاعي مفرد مش جمع. يعني بقول ذا ليذر اندستري، صناعه الجلود، از وان اوف ذا اولدست. طالما قال لي وان اوف يبقى لازم اقول ذا اولدست، يعني اجيب صفه اي سيتي ان ايجيبت، يعني واحده من اقدم الصناعات اللي موجوده في مصر. قول one of my friends، هنا بقى ما ينفعش اقول one of my friend، وقال لي هنا ايه lives، لانها عايد على مين؟ على one، على واحد. تعال نشوف number 2، قول لي win one one. طبعا win حبايبي بمعنى يفوز او يكسب، ودي بيجي وراها جايزة او مباراة او كاس او مسابقة، دايما هنا بجيب كلمة win. وخلي بالك حبايبي ان كلمة win دي بتيجي مع money في حالة ان الفلوس دي انا واخدها كجايزة، عادي ممكن اقول win money. فبقول لي امير won the first prize، انا ما جاب له prize فجيب one. طيب كلمة gain حبايبي بتيجي اكتر مع الاشياء المعنوية، ودي بمعنى يكتسب، تاني بمعنى يكتسب، وتيجي مع الحاجات مش المادية الملموسة. فبقول نادر is very good، نادر ده جيد جدا. he gained much experience، يعني اكتسب خبرة. قال لي بقى لو جاب لي مع gain دي كلمة weight معناها يزداد في الوزن، تاني gain weight معناها يزداد في الوزن. عندنا كلمة earn بتيجي دايما مع كلمة money، earn money معناها يكسب فلوس، و earn living حبايبي معناها يكسب قوت المعيشة. بقول لماجد earned a lot of money in his new company. طيب حبايبي احنا خدنا قبل كده كلمة used to و used for لما يجي قبلها verb to be سواء am او is او are او was او were. بس خلي بالك بقى الكلام ده لما يكون الفعل هنا اسم آلة او أداة، يعني آلة او أداة، فبقول تستخدم فيه، لما يكون اسم غير عاقل ما اقدرش اقول الانسان يستخدم فيه، لان لو فعل عاقل هيتغير معناها تماما. فقال لي بقى يوزد تو اللي معناه يستخدم فيه بيجي وراها مصدر، ويوزد فور اللي معناه يستخدم فيه بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. فبقول لي كيتل از يوزد تو، قال لي بويل ووتر. كيتل از يوزد فور، قال لي بويلنج. يبقى لاحظ لما اتغيرت تو لفور اتغيرت بويل لبويلنج. تعال حبايبي نشوف التدريبات اللي صفحه 83. بيقول لي وين يو اي ذا فورم بليز جيف ات تو ذا سكرتري. بقول لما تخلص الاستماره او لما تملى الاستماره اديها للسكرتيره، يعني يملى اسمها فيلن، فيلن فورم. اللي بعدها بقول اي لايك يور كلوذينج، يو لوك ريل سمارت. تبدو انيق في شيك، يعني في، يبقى انا بحب اسلوب لبسك، طريقه لبسك، يعني ايه طريقه واسلوب؟ هقول لك ستايل. تعال نشوف نمبر 3، بقول لي ذير از ان اولد اي ديسك ان فرونت اوف ذا ويندو. بقول لي يوجد ديسك ايه قديم قدام الشباك. طبعا ديسك بيكون دائما خشبي، وخشبي حبيبي معناها وودن، تاني خشبي معناها وودن. طب تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي could you aim in the electric kettle please I want to boil some water. خلي بالك هنا بقى انا عايز احط الفيشه بتاعت الكاتل. طب يحط الفيشه دي ويحط المطبخ اسمها ايه؟ هقول لك بلاجن. اوعى تقول turn in، بلاجن معناها احط الفيشه، وبلاج اوت معناها يشيل الفيشه. Number 5 bullet today is an exciting day because we are going to the park. The antonym of exciting. عايز هنا حبيبي عكس كلمة exciting. Exciting معناها مثير.
اكيد عكسها بورينج. بورينج معناها ممل. نمبر 6 بيقول لي let's color this picture. يلا نلون الصوره دي. To get the adjective of color عشان حبايبي نجيب الصفه. طبعا adjective معناها صفه من كلمه color. اكيد طبعا بحط full وتبقى colorful. colorful يعني زاهيه الالوان. نمبر 7 بيقول it's getting dark. let's switch on the lights. the synonym of switch. بيقول لي الدنيا مظلمه يلا نشغل. عايز بقى معنى نشغل. هي طبعا turn on. turn on شكل switch on بالظبط. اما لو عايز العكس فحاول turn off. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي the laptop. laptop doesn't start. ما اشتغلش. then it needs 3 hours to eat the battery. عشان يعمل ايه في البطاريه؟ عشان يشحن. يشحن معناها charge. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي such as woven baskets and other items were on display. طبعا such as معناها مثل الwoven baskets حبايبي اللي هي السلات المنسوجة. and other items واشياء اخرى كانت في العرض. طبعا دي اسمها handicrafts. handicrafts حبايبي معناها مصنوعات يدوية مشغولات يدوية. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي the skin of babies جلد الاطفال الرضع is really ايه. طبعا حبايبي بيبقى طري او ناعم يبقى soft. تعال نشوف نمبر 11 بيقول لي you are an amazing art ايه keep drawing beautiful picture. خليك دايما ارسم صور جميلة. طبعا عشان اجيب الاسم art بتبقى artist. artist حبايبي بمعنى فنان. نمبر 12 بيقول لي do you know how to log in the computer. تعرف ازاي تدخل على الكمبيوتر. log in is similar in meaning. طبعا عايز معنى كلمة log in يعني سجل دخول. طبعا يسجل دخول شكل sign in بالظبط حبايبي. تعال نشوف نمبر 13 بيقول it's important to update your A every 3 months at least. طبعا من المهم انك تعمل تحديث للA كل 3 شهور على الاقل. طبعا بعمل تحديث لورقة الشجر ولا للصدفة ولا للبطارية ولا للباسورد. اكيد طبعا للباسورد. اللي بعدها نمبر 14 بيقول to get the noun of congratulate. عشان اجيب الاسم من كلمة congratulate اكيد طبعا بحط لها اي او ان عشان تبقى congratulation يعني تهانينا. نمبر 15 بيقول we need to eat our house for the birthday party. محتاجين نعمل ايه في البيت عشان حفلة عيد الميلاد. اكيد طبعا decorate. وطبعا قلنا decorate بمعنى يزين او يزخرف. تعال نشوف حبايبي يلا بيج 84 صفحة 84. عندنا كلمة bags طبعا معناها حقائب. shells معناها اصداف. better معناها افضل. artists معنى فنانين. carpets معنى سجاجيد. وبست يعني افضل. والايجيبشن هاند كرافتس يعني مصنوعات اليدوية المصرية ار فيري فيموس اراوند ذا ورلد مشهورة في كل انحاء العالم. ايجيبشن اي ميك ديفرنت بيوتيفول ثينجز. طبعا اكيد ايجيبشن ارتستس طبعا اللي هم الفنانين المصريين بيعملوا اشياء جميله. زي ميك جولري بوكسز بيعملوا صناديق مجوهرات. decorated with a طبعا معناها ان هي مزينه بالايه. اكيد مزينه بالشيلز. وشيلز طبعا اللي هي الاصداف. واللي they also make high quality leather ايه بيعملوا ايه من الجلد عالي الجودة. طبعا مين هنا اللي هتصنع من الجلد؟ اكيد طبعا bags. وbags حبايبي معناها حقائب. these products يعني هذه المنتجات are the A quality all over the world. طبعا هنا ذا بيجي وراها صفة ACT فحول the best quality يعني افضل جودة. تعالوا نشوف حبايبي نمبر 1 بيقول لي to turn off means to A working. طبعا عشان نطفي معناها to A working اكيد to stop working. طب لو قال لي turn on هنا كنت قلت start working. اللي بعدها بيقول لي we add the suffix A to turn the word wood into an adjective. طبعا خشب عشان احولها لصفة لازم احط لها ايه ان عشان تبقى wooden. نمبر 3 بيقول لي they put colorful paper and balloons on the walls. بيحطوا ورق ملون وكمان بالونات على الجدران. they A the walls بأكيد they decorated. we decorated معناها زينه. اللي بعدها نمبر 4 بيقول لي he switched on the mobile. شغل الموبايل. this means he A on the mobile. اكيد طبعا كلمة switch on بتساوي turn on. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي are objects made by a person مصنوعة بواسطة شخص in a traditional way بطريقة تقليدية such as baskets. شكل ايه بالظبط كده حبايبي؟ السلات بولز اتسترا. اكيد طبعا الحاجات دي بقول عليها مصنوعات يدويه يعني هاند كرافتس. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي ماي كلاس ديد ريسيرش يعني عملوا بحث about our community needs عن الحاجات بتاعت المجتمع. their results were really amazing. طبعا النتائج كانت مدهشه. to correct the underlined word at the suffix. عشان اصحح بقى كلمه اميز. اميز طبعا عايزها صفه تبقى amazing. طب تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي the computer is not working
Is it an؟ خلي بالك بقى لما يجيب لي on غير لما يجيب لي in. لما يجيب لي in يبقى لازم اقول is it plugged in. خلاص لازم اقول plugged in، لكن اللي بيجي مع on هو كلمة turn. اللي بعدها بيقول لي the word exciting، كلمة exciting مثير، had the same meaning as، بتدينا نفس معنى اكيد interesting يعني شيق. نمبر 9 بيقول the suffix a forms an adjective of the word tradition، ان هي ايه بتدينا الصفة من كلمة tradition، اكيد طبعا ال al عشان تبقى traditional، و traditional معناها تقليدي. نمبر 10 بيقول you must fill in this form، يعني لازم تملى الاستمارة دي. this means that you must it، تملى استمارة يعني complete it، و complete it يعني يكملها. اللي بعدها نمبر 11 بيقول the coach instructed the players to follow his tactics seriously. we can change the verb instruct. instruct يعني يوجه او يأمر. into a noun، عشان احولها لاسم طبعا بحط لها i او n عشان تبقى instruction يعني تعليمات. number 12 بيقول sending letters is a means of communication. ارسال الخطابات is a means of communication. طبعا دي يا حبيبي طريقة تقليدية، ما عادتش بقى اقول حديثة ولا اونلاين ولا مودرن، لا دي تقليدية دلوقتي على طول بقى كله ايميلز. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة الجاية مع حل وشرح تدريبات الماضي البسيط والماضي المستمر. Goodbye. السلام عليكم.